السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل يوم بيفاجئنا الدكتور طارق بقرارات جديدة. النهاردة تدريس التربية الرياضية لجذب الطلاب للحضور والمراكز الشباب. دكتور طارق قال لك تدريس مادة التربية الرياضية بنظام النجاح والرسوب في العام الدراسي الجديد، وأكد كمان اللي هو وقع بروتوكول مع وزارة الشباب والرياضة عشان يقدروا يستغلوا مراكز الشباب كمصدر جيد للتهوية. عشان كده اصطحاب معلمي التربية الرياضية الطلاب أثناء حصص التربية الرياضية التي تتخلل اليوم الدراسي، تمام، والأيام التي لا يذهب فيها الطلاب للمدرسة حرصا على صحتهم وتماشيا مع مبادرات القضاء على السمنة والأمراض الغير سارية كخطوة جادة نحو الحفاظ على صحة الطلاب، إن احنا هنضمن تدريس مادة التربية الرياضية في الجدول وهنعملها تضمين تدريس التربية الرياضية في الجدول بالعام الدراسي الجديد، وهيبقى عنصر جذاب للطلاب الذهاب اليوم الدراسي من ناحية والحفاظ على صحتهم من ناحية تانية. أكد برضو وزير التربية والتعليم إرسال تفاصيل إدارية والضابط كلها بمجموعات التقوية، اللي هو مجموعات التقوية طبعا اللي احنا جهولنا نتكلم فيها واللي هتبتدي من 15 ل 85 جنيه، والاشتراك في منصات التعلم والدور الوظيفي لمدير المدارس وأجازة يوم السبت والجداول وكل الكلام ده، حتى التقييم لسنوات النقل وتفاصيل إدارية تانية، كل ده هيبقى بعد الأحد يوم 20 سبتمبر. عشان كده ده كان قرار للدكتور طارق النهاردة في تدريس التربية الرياضية لجذب الطلبة كلها. فاحنا اهم حاجة صحة ولادنا، ماشي، يا ترى التربية الرياضية هتكون دافع ان الطلبة تروح المدارس؟ هننتظر ايام الجديدة ديت هنشوف فيها كل حاجة. من هنا اليوم 20 قولوا يا رب. كان معكم اسامة رزق مؤسس اجيال الاندلس، في امان الله.